هاي، أنا اسمي زينب فؤاد العودي. أنا بعرض النهاردة مشروعي لمؤسسة ستبس للتعليم البديل للأطفال. مشروعي اسمه كيك ستارتر، وهو بيدمج بين فنون القتال والمذاكرة كحل لمشكلة التركيز والهايبرة في الأطفال اللي عندها ADHD. As a solution for loss of focus and ADHD. الروتين عبارة عن أربع مراحل. المرحلة الأولى هي الأكشن من خلال فنون القتال. الثانية grounding للارتكاز. الثالثة مذاكرة. والرابعة اللعب كمكافأة للطفل. وأنا اخترت فنون القتال تحديداً عشان هي ممتعة وبتخرج طاقة وفي نفس الوقت فيها نظام وطقوس. وهي بصراحة أنقذت حياتي أنا شخصياً. وهتكون معانا النهاردة في الدمو تيتو. كانت مش على بعضها لحد ما انتي جيتي. الحمد لله. اطمني، هيبقى كويس. انتي عارفه انا مش هسيبه تاني. انا مش قادره اتخيل لو هو تعب تاني او انا تعبت زي ما نبقاش جنب بعض. هو صحيح مش فتى احلامي، بس يظهر ان هو فتى معايشي. لا ما تخافيش، هيبقى كويس. عايزين سقفة كبيرة أوي.